مساء الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بيت للكل. وفي حلقة هذا المساء نتوقف مع الحدث الأبرز وما تحتضنه جمهورية مصر العربية، تحديدا في مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، والتي تناقش العديد من القضايا الهامة على الصعيد العالمي وبكل تأكيد التي تهم المنطقة العربية، وهي فرصة أيضا لأن تستفيد الدول العربية المشاركة في هذه القمة من تجارب عالمية. وفي ظل الوضع الذي لا يخفى على أحد من تحديات متعلقة بالمناخ على مستوى العالم، مساء الخير للانا ومساء الخير لشافكي. مساء الخير علي. مساء الخير خميس. طبعا زي ما حكى خميس، شافكي كمان يمكن أعطتنا فكرة قبل وشحنتنا بشحنة إيجابية عن شرم الشيخ. الآن شرم الشيخ فيها حدث شيء كتير مهم، ورح تعطي صورة للعالم أجمع بأنه هي رح تكون منطقة كاملة من السلوك البشري والخدمات وأرض ولوجيستيك ومن كل التجهيزات كمنطقة خضراء صديقة للبيئة. إذن هذا الحدث مشاهدينا ليس حدث محلي أو إقليمي، إنما العالم أجمع في ضيافة مصر في شرم الشيخ. ويمكن هاي جزء شافكي وخميس من خطة الأمم المتحدة، لأنه في معاهدة دولية وقع عليها كتير من دول العالم حتى أنه يحدوا من مخاطر السلوك البشري على البيئة بشكل عام. ويبدو أنه العالم يجتمع في أهم واحد، وهو التلوث البيئي والأثار والتغيرات المناخية. طبعاً يعني أنا برحب بيكم، وأنا سعيدة جداً وإحنا بنتحدث اليوم حلقة مهمة وخاصة بالمناخ والتغير المناخي وقمة شرم الشيخ، والعالم كله موجود الآن في مصر على أرض شرم الشيخ. هذه المدينة تحديداً المصريين هي مدينة حبيبة، لأنه كمان إحنا استردينا هذه الأرض، وطبعاً والاحتفالات اللي كانت موجودة في الشهر الماضي احتفالات أكتوبر. لكن جمال شرم الشيخ مش بس التعمير، النهاردة هي كمان مدينة خضراء، مدينة صحية، مدينة جميلة بالبيئة. يمكن قبل ما تيجوا كان في استعدادات قبل المؤتمر كبيرة جدا تبعها المواطن المصري، وأيضا انخرط في هذا الموضوع، يعني الناس كلها بقت بتتابع وعايزة تعرف ماذا سيحدث من هذا المؤتمر، من توصيات، من أشياء حيتم طرحها، خاصة وأن هناك أيضا لجان وانعقادات وجلسات كثيرة جدا قبل هذا المؤتمر. فأعتقد اليوم إحنا كمان هنكون بصدد الحديث عن ما يدور في شرم الشيخ وما يدور في المؤتمر العالمي المهم الدولي، وأيضا التوصيات اللي بنأمل إنها تكون مفيدة لنا في المنطقة العربية وأيضا قارة أفريقيا.